السلام عليكم. أبدت منظمات إسلامية أمريكية كبرى قلقاً بالغاً من خطة تبنتها وزارة الخارجية الأمريكية لنشر الإلحاد في العالم العربي والإسلامي، وتقوم الخطة على تمويل شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة، إجراء قابلته كتلة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بالرفض، إذ أرسل عدد من الأعضاء الجمهوريين رسالة استهجان إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن بهذا الخصوص. هذه الخطوة الأمريكية تثير أسئلة عن دوافع واشنطن لتمويل الإلحاد في العالم العربي والإسلامي، وعن مدى اقتناع صناع القرار الأمريكي بأن البيئة السياسية والنفسية في المجتمعات العربية والمسلمة باتت مهيئة لتمرير هذه الأفكار. ولماذا يستهدف المسلمون بالإلحاد دون غيرهم؟ إجابات عن هذه الأسئلة تأتيكم بعد متابعة التقرير التالي. تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية لدعم الحركات الإلحادية في المناطق والدول ذات الأغلبية المسلمة في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. الأموال ستستخدم لإنشاء وتقوية شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين ومن يصفون أنفسهم بالإنسانيين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة، بحسب مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. المكتب الحكومي الأمريكي أعلن في سياق هذا البرنامج عن مسابقة تنافسية للمنظمات المهتمة بتقديم طلبات للمشاريع التي تدعم ما سماها بالحرية الدينية على الصعيد العالمي. ستمنح فيها منح تبلغ قيمتها 500 ألف دولار للمنظمة التي تلتزم ممارسة ونشر الإلحاد، ولا سيما في البلدان ذات الأغلبية المسلمة في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في المقابل، فإن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أعرب عن قلقه إزاء هذا البرنامج، مؤكداً أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن تمول الجهود المبذولة لتعزيز الحرية والعدالة لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، وليس الحركات المناهضة للإيمان في المجتمعات المتدينة. وبحسب محللين، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لعلمنة المجتمعات الإسلامية على وجه التحديد بهدف التخلص من الخطر الأخضر الممثل في الحضارة الإسلامية، والذي يراه المفكرون الغربيون أكبر تحد حضاري للقيم والحضارة الغربية، لا سيما بعدما بدا من توجه شعبي نحو الإسلام إبان ثورات الربيع العربي، وهي الثورات التي تواطأت الولايات المتحدة والقوى الغربية على محاربتها عبر دعم أو غض الطرف عن قوى الثورة المضادة المعادية للتيارات الإسلامية في المنطقة. من هنا بدت المجتمعات المسلمة في آسيا والشرق الأوسط مهيئة لاستقبال دعاوى الإلحاد واللادينية، ليكشف ذلك ليس فقط عن حجم المؤامرة ضد شعوب المسلمة، وإنما يكشف كذلك عن عمق الخلل والأزمة التي تمر بها الأمة بعد انكسار حلم شبابها في تحقيق الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. معنا في هذا الحديث الأستاذ أحمد مولانا في الاستوديو، الباحث في منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية، ومن ولاية ميزوري الأمريكية عبر زوم الدكتور عبد الله علي إبراهيم الكاتب والصحفي. كما يشاركنا الحوار من مكة المكرمة عبر زوم أيضا الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأنا من ميزوري مع الدكتور عبد الله، يعني الإدارة الحالية دكتور عبد الله إدارة ليبرالية، من المفترض أن تهتم بمسائل السياسة والاقتصاد، أن تهتم برفع مستوى المواطن الأمريكي بعد الضائقة الاقتصادية التي ألمت بأمريكا اضطرتها إلى 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 مد يدها إلى المصرف الفيدرالي. يعني بدلا من ذلك نراها تهتم بقضايا دينية، نشر الإلحاد خارج الجغرافيا الأمريكية. هل من تفسير لهذا التوجه الأمريكي؟ أهلا وسهلا. والله أنا استغربت جدا للمعنى ده، وخاصة أنه الشرط الأمريكي هو شرط الصعود الديني اللي بيسموه الدين المحافظ واليمين الديني،
يعني هذه الحكومة الآن محاصرة في كل جبهات المشروع الثقافي الليبرالي بتاعها، إذا كنا من ناحية الإجهاض، إذا كان من ناحية تمويل التعليم الديني. يعني المحكمة العليا حكمت أنه ممكن للولاية أن تمول التعليم الديني، وده ما كان الاتفاق، أو ده ما كان العهد. يعني يعني ممكن نعدد انه الهجمه دلوقتي تقريبا الفكره الليبراليه ذاتها في الولايات المتحده محاصره حصارا شديدا. فمن اين خرجت هذه الاحبوله؟ من اين خرجت؟ هي خرجت طبعا من داخل وزاره الخارجيه، وخرجت بقانون، يعني مش حاجه يعني عشوائيه. القانون الذي يسمى حرية التدين العالمية مجاز في 1998 وعنده اسم، وبعدين ما دخلوا فيه اللادينيين والملحدين والإنسانيين، ما دخلوا فيه إلا بعد نحو عقد أو 10 سنوات من إصدار القانون الأول للحريات الدينية، لم يكونوا مشمولين في 1998، شملوا في عهد الرئيس أوباما في 1916 1915. فدي الفكرة كانت أنهم يشملوا بحرية عدم التعبد، إذا صحت العبارة، لكن ما في معنى تشجيعه. ما هذا المعنى غير وارد في القانون. يحمو لا بأس به، لكن كون أنه تتولى الولايات المتحدة في هذا الظرف التي هي الفكرة الليبرالية كلها محاصرة، هذا من المستغرب. ولذلك يعني أفهم منك دكتور عبد الله يعني أنها خطوة مخالفة للدستور الأمريكي، للقانون الأمريكي. ما الذي يدفع الليبراليين إلى مخالفة الدستور والزج بأنفسهم في هذه الخانة، في هذه الزاوية؟ ليس فقط دعم وتمويل، تشجيع ودعم وتمويل أيضا. أنا لا أعرف، لأنه المسألة دي فيها تناقض، لأنها يعني مخالفة للدستور الأمريكي، بمعنى أنها هي خارجة لتبني ديانات أو لا ديانات. المشروع الأمريكي، الدستور الأمريكي يقول الدولة لا تتبنى دين أو لا دين. فكيف من فمن أين لهم الخروج الكبير هذا ليتبنوا لا دين أو لا دينيين؟ لا، ليس من اختصاص الدولة الأمريكية. هي في منطقة الوقاية والحماية، الديني اللاديني المسلم المسيحي، هذا شأنه وهذا دستوره. لكن كون أن هي تنشط في الدعوة لدين أو لا دين، نعم، هذا مخالف للدستور. طيب لو أذنت لي أن أتوجه إلى مكة لأسأل الأستاذ عبد الحفيظ في منطوق الأستاذ عبد الحفيظ في منطوق البرنامج، ورد أنقله لك هنا اقتباسا، يقول تقوم الخطة أو البرنامج على دعم وتمويل شبكات من المدافعين عن المجتمعات المتنوعة من الملحدين والإنسانيين وغير الممارسين وغير المنتسبين من جميع الطوائف الدينية في البلدان المستهدفة. بالمعنى الحضاري يمكن أن نفهم هذا التوجه، يعني هو صحيح من جميع الطوائف والأديان المستهدفة في المناطق، لكن هذا واضح أن المناطق ذات أغلبية مسلمة ولا يوجد متدينون بالمعنى المعروف يعني كالمسلمين بهذه الكثافة وهذه الإقبال على الدين. بأي معنى يجب أن يقرأ هذا البرنامج أستاذ عبد الحفيظ، بمعنى حضاري أم بمعنى سياسي أم بمعنى استراتيجي؟ أرحب بك أستاذ جهاد وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين. أهلا بكم. حقيقة أستاذ جهاد، يعني الموضوع يجب ألا يقرأ يعني بشكل مباشر، ولكن دعني يعني نحن حقيقة الغرب لديهم خوف يعني يطاردهم أن الإسلام سيرث الغرب دون أي طلقة واحدة. ولذلك في معهد بيو الأمريكي يعني لديه دراسة من أن الدين الإسلامي
والأسرع انتشارا، وسيكون في عام 2070 الأكثر أتباعا، لأنه طبعا هو في 1900 كان نسبة المسلمين لا تتجاوز أكثر من 10%، حاليا هي قريبة من 30%، قريب من 2 مليار نسمة، عدد سكان العالم 6.5 مليار نسمة. ف يعني هم بيبحثوا طبعا منذ عام 1990 طبعا، وقبل ذلك يعني لدينا نحن في إسرائيل لديها جامعة إسلامية في تل أبيب لا يدرس فيها إلا يعني الموساد، ويتخرجون أئمة مساجد لاختراق المجتمعات الغربية. الحقيقة كل هذه المحاولات منذ 1990 أيضا كانت هناك نظرية فوكوياما نهاية التاريخ، نظرية هنتكتون يعني صراع الحضارات، هناك قلق لدى يعني لدى المجتمع الغربي، فشلوا في تفتيت الوحدة الإسلامية رغم نجحوا في إضعافها، فشلوا في ضربها بالطائفية في العراق 2006، فشلوا في ضربها بالمذهبية بالمشاريع الإسلامية وغير الإسلامية كثيرة، برنامج لويس تفتيت المنطقة الشرق الأوسط الكبير ثم الجديد الثورات العربية، والآن يجدون الآن في بعث عربي جديد، بعث عربي جديد بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر، وهذا مقلق. في 2017 في عهد ترامب يعني نجحت المملكة العربية السعودية في إقناع ترامب. أستاذ عبد الحفيظ، يعني هو بعث عربي جديد بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر، ربما يعني رأي آخر قد يكون غائبا يقول بأن مثلا المملكة العربية السعودية ومصر مع الاحترام لجهودهما، لكن ثمة من يقول بأن هناك مقاربة أخرى وجديدة للإسلام، يعني عندما يخرج ولي العهد السعودي ليقول أن صحيح البخاري مثلا، وهذا ربما لا يكون متصلا بصلب الحلقة، أن صحيح البخاري يجب أن يعاد النظر فيه وهناك 100 حديث فقط يمكن الأخذ بها، يعني هل هذا يمكن أن يقال بأن يعني يمكن أن القيام بنهضة أو تبني أو زعامة العالم الإسلامي وفق المنظور الجديد؟ ثمة من يقول أن هذا منظور علماني للإسلام. لا يعني دعني أستاذ جهاد، أولا هو ولي العهد أرجع إلى لجنة شرعية تقوم بتنقية الحديث، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، المملكة العربية السعودية بعد الهجمة الأمريكية على حقوق الإنسان رأسا وضعت آية، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، على شعارها في وزارة الخارجية. أنا في ظني البعث هذا، بس اسمح لي بنقطة واحدة، هذا البعث العربي الجديد بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر عنوانه التنمية الاقتصادية، لأنه الله سبحانه وتعالى في هناك بس إذا سمحت لي آيات سنن كونية، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن قوة هي ليس فقط القوة العسكرية. لو بقينا في النظر إلى البرنامج الأمريكي، يعني لو بقينا في النظر إلى البرنامج الأمريكي، إذن أنت تنظر إليه بمنظار استراتيجي، أنه يعني يعبر عن قلق النخبة السياسية الحاكمة في واشنطن من تمدد حضاري للمسلمين، هل فهمت صحيحا أن هذا؟ بالضبط، لأن هم قرأوا التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي كان متمدد إلى نهاية الدولة العثمانية في 1924، يعني تاريخ الدولة الإسلام تاريخ الدول الإسلامية، وإن كان البعض يقلل من شأن الدولة العثمانية وهذا ليس صحيحا، هي جزء من تاريخ الأمة الإسلامية، يعني على مر يعني الدولة العثمانية وصلت إلى فيينا، الدولة الأندلسية، يعني كان الإسلام قوي، ولذلك هم لديهم خوف من عودة الأمة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية، وضحت رغم أن الحضارات متلاقحة. نعم، وضحت الفكرة. لا، في الاستوديو أستاذ أحمد، بالنظر إلى الأرقام المرصودة لهذه الحملة أو لهذا البرنامج، 500,000 دولار للمؤسسات التي تقيم مشاريع للإلحادي وغير الممارسين وغير المنتسبين للأديان، بالنظر إلى قراءة هذا البرنامج من خلال الأرقام المرصودة، هل يمكن القول بأن هدف الأمريكيين هو بناء قوة صلبة داخل المجتمعات الأمريكية بعد خروج الأمريكيين من المنطقة، أم
علمنة الإسلام بذاته كما يقال. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأمر له عدة جوانب. لو بدأنا بموضوع الرقم المخصص كجائزة لهذه المنحة، نصف مليون دولار أنا أرى أنه رقم هزيل. أمريكا بتقدم لإسرائيل سنويا مساعدات عسكرية بقيمة 3.3 مليار دولار و500 مليون دولار لبرنامج الدفاع الصاروخي. يعني 3.8 مليار دولار سنويا. تقدم لمصر 1.3 مليار دولار سنويا مساعدات عسكرية واقتصادية. تقدم للأردن يعني مليار و275 مليون دولار سنويا. فأنا لما أجي أقول إن جايزة أو منحة نصف مليون دولار فقط في السنة، أنا ظني إن ده رقم يعني لا يقيم تأثير كبير في المنطقة. ولكن ينظر للأمر ده من جهتين، جهة ترتبط بالجانب الأمريكي وجهة ترتبط بالدول المقصودة بهذا الأمر. الجانب الأمريكي يعني الحزب الديمقراطي هو بيتبنى أجندة هنسميها في أوروبا أجندة يسارية. يعني هناك الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي ويطلق عليه الجناح الاجتماعي في الحزب الديمقراطي، هو مع قضايا حق المرأة في الإضهار، يوصف بأنه الجهة الطرف الديمقراطي التقدمي المتطرف، يوصف أمريكيا أحيانا. يعني يعني بغض النظر يعني، لأن هم ليهم مثلا هذا الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي هو مؤيد لحقوق الأقليات لحقوق الأقليات حتى العنصر يعني اللي بتضطهد عنصريا، لحقوق الأفارقة والمسلمين في أفريقيا هو يؤيد ليهم. ولكن في الشق الآخر هو بيتبنى الأجندة، أجندة اليسار العالمي حتى في أوروبا وعندنا بعض العرب في بلاد. من ضمن هذه الأجندة اليسار العالمي قضية حق المرأة في الإجهاض، زواج المثليين، يعني العلاقات خارج إطار الأسرة، قضية الإلحاد نعم، وقضية الإلحاد وغيرها وغيرها من ولذلك في صراع كبير بينه وبين الجمهوريين في أمريكا على هذه القضية وقضايا الأسرة. الجمهوريين يعتبروا يمينيين محافظين بيقدسوا الأسرة، يرفضوا هذه العلاقات، بيقولوا الكلام ده يؤدي لتفسخ المجتمع. ولذلك أعضاء الكونجرس اللي هجموا هذا المشروع أو انتقدوا أو طلبوا بالتحقيق فيه أو البحث فيه هم من الجمهوريين. فده صراع في الأساس موجود في أمريكا، وشفناه مؤخرا في المحكمة العليا لما قضت بحق يعني المرأة في الإجهاض، وحصل مظاهرات من بعض أعضاء الكونجرس وكل القبض على 17 منهم لفترة مؤقتة. ومن ضمن هؤلاء يعني إلهان عمر ورشيدة طليب، هم من المحسوبين على هذا الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. فهنا دي أجندة، جزء من أجندة اليسار العالمي وموجودة كأجندة للحزب الديمقراطي. فلذلك لما أتت الإدارة الديمقراطية في عهد بايدن، هذه المسابقة أطلقت في عام 2021، فبيتم ان في كافة الوزارات بتستلم فرقة جديدة هذه الوزارات، فاستلم الفريق من يعني الحزب الديمقراطي وأطلق هذه المبادرة بهذا الشكل. أنا قرأت المبادرة على يعني كاملة، هي بتستثني ثلاث دول في الشرق الأوسط، تستثني ليبيا وسوريا واليمن، باعتبار أن هذه مناطق نزاعات لن تكون هذه الفرق من شبكات حقوق الإنسان قادرة على العمل فيها بأمان، وتوجه بالأساس إلى آسيا الوسطى وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذه معروف يعني أماكن تمركز للمسلمين. فهنا هنتقل لجزئية الفئة المستهدفة. أشوف أن منظومة العالم الإسلامي أو المسلمين ما زال لديهم منظومة فكرية متماسكة تواجه المنظومة الفكرية الغربية، منظومة حضارية شرعية قانونية أخلاقية، نظرة للأسرة. يعني لو احنا نقول هما ليه مش بيعملوا كده في اوروبا، هي اوروبا اصلا شائع فيها هذه الافكار، هو مش محتاج يعمل هذه الممارسه. طب هيجي في الصين، الصين دوله قويه لن تسمح لاطراف امريكيه ان تروج لهذه الافكار في الداخل الصيني. اما للاسف في العديد من دولنا العربيه هناك قدر من التبعيه السياسيه للاداره الامريكيه، فبالتالي الاداره الامريكيه قادره على تفعيل مثل هذه البرامج وعلى حمايه النشطاء الذين سيتفاعلون معها. احنا على سبيل المثال في مصر يعني هناك بعض المؤسسات اللي بتعنى بالدراسات الاجتماعيه والحقوقيه بتقوم بشغل جيد جدا في الجانب الحقوقي، ولكنها بتعمل في هذه القضايا تحديدا، ونلاقي اصدارات عن حقوق المثليين، عن الاضطهاد اللي بيتعرضوا ليه، الاضطهاد الذي يتعرض له البهائيين كذا. هناك اجنده من القواعد يعني من القضايا متفقه مع الموجوده في هذا البحث يطرحها هؤلاء النشطاء. وانا في ظني ان ده بيكون في نوع من انواع يعني محاوله لتذويب المنظومة الفكرية في العالم الإسلامي وتطبيعها مع هذه المفاهيم. والحقيقة ده مش أمريكا بس بتقوم به، اللي بيتابع بي بي سي، اللي بيتابع دويتش فيلا، برنامج جعفر توك وغيره، يعني على اعتذار لذكر الأسماء، هذه القضايا كلها بيتم تبنيها والدفع نحوها من جهة اليسار العالمي وعدد من الدول الأوروبية والغربية لتذويب مفاهيم الأسرة ومفاهيم الأخلاق وكذا. فضمن ده بقرأ هذا المشروع، ولكن هذا ليس مشروع لتمكين القيم الأمريكية، لأنه في داخل أمريكا عليها صراع، داخل أمريكا نفسها هذه القيم عليها صراع كبير. وسنرى ذلك بعد قليل بعد الفاصل. لكن قبل أن نذهب
أبعد الفصل أعود مرة أخرى إلى ميزوري. دكتور عبد الله، هل ينبغي السؤال عن سبب استثناء ديانات أخرى كالبوذية، الهندوسية، النصرانية من هذا البرنامج، أم السؤال ينبغي أن يكون لماذا تم تخصيص المسلمين تحديدا؟ لأن الإجابة عن هذا السؤال تدفعنا بمسار محدد في الحوار. والله لا، يعني كما قال الأخ، أنه يعني ما ندي الموضوع ده أكثر مما يحتمله، وأشار إلى المبلغ البسيط في الميزانيات الأمريكية. وإذا كان في مخافة على الإسلام كما نتكلم، في الحقيقة الخوف مش من نشر الإلحاد بقدر ما من نشر الله، يعني من نشر دين منافس وقوي زي المسيحية في التبشير يعني. فبعدين يعني نحن كمسلمين مبدأ حماية الأقلية، حماية الأقليات سواء كانت الدينية أو النوعية أو غيره، ده مطلب مشروع لنا، لأن المسلمين. لكن عفوا دكتور عبد الله، البرنامج لا يناقش قضية حماية الأقليات، لأن هناك في دول كثيرة هناك أقليات مسلمة لم يتحرى البرنامج هذه الأقليات، وإنما طرق استهدف بشكل واضح ومحدد الملحدين وغير الممارسين وغير المنتسبين للأديان داخل العالم الإسلامي تحديدا. طبعا أنا يعني أنا استوفيت النقطة دي في الأول، يعني وريت أنها هي زي حاجة تحتاج إنه نعرف ليه مثلا، يعني 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 نعرف مؤسسيا ليه، بدل من الاجتهاد وتبني نظريات بتاعة تآمر عالمي وكذا وكذا. أنا بقول أنه المبدأ بتاع يعني لأنه نحن مثلا في العالم الإسلامي أنت لا تفرق بين ملحد بشكل منظم، يعني ملحد قال أنا ملحد وعنده نظرية كاملة، وما بين إنسان يحاول يجدد في الإسلام، يعني يجدد بطريقته، والناس كثيرين أصابوا أذى كثير جدا وهم مسلمون أخيار. فمبدأ أن يعني ما نتخذ هذه سبيل للكلام عن أنه في أقلية من نوع معين هي مقصودة بالحكاية دي. وبعدين المسلمين من حظي في الولايات المتحدة بعناية الليبرالية واليسار مثل ما حظي المسلمون في الولايات المتحدة؟ من دفع عنهم في الأيام الصعبة التي ركبهم إنسان كترامب وبشع بهم ووضعهم على أمشاطهم؟ نعم. من وقف معهم وتظاهر من أجلهم؟ الليبراليون. فصعب جدا أنك أنت دلوقتي يعني تتكلم عن هذا المشروع الهايف ماليا على الأقل، أن تتكلم عنه بوصف عداء اليسار وعداء الليبراليين وعداء كده للإسلام. نعم. الإسلام كحقيقة في العالم، كحقيقة ديمقراطية، نحن أقليات. إذا مشيت للهند، إذا مشيت للصين، إذا مشيت لأي حتة، حقيقة نحن أقليات، وأي دعوة لحماية أقلية هي مرحبا بها كالمسلمين. نعم. بعدين يكون عندنا اعتراضاتنا هنا وهنا على الأشياء. طيب حقيقة يعني تدني المبلغ المرصود لهذه القضية ينبني عليه حديث قد يكون مهما حقيقة في المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن الآن نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة لاستئناف هذا الحديث. أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث في خطة وزارة الخارجية الأمريكية لدعم وتمويل مؤسسات وأفراد تنفذ مشاريع لخدمة قضايا الإلحاد في العالم العربي والإسلامي. سريعا أذهب إلى مكة. أستاذ عبد الحفيظ، الحديث منذ سنين يدور في المنطقة عن خروج أمريكا بقضها وقضيرها من منطقة الشرق الأوسط ومن المنطقة العربية. اليوم الحديث يدور عن
يعني هذه النشر الإلحاد، كيف يمكن هذا فهم هذا البرنامج الأمريكي عفوا في سياق محاولة واشنطن التخفف من أعباء الشرق الأوسط؟ حقيقة يعني ضيوفك الكرام يعني وضعوا يدهم على الجرح، يعني في ظني أنا أتفق معهم أن المبلغ المتواضع هو لإرضاء فئة محددة يسارية، لكن لا أعتقد يعني أيضا كان هذا جزء من برنامج وزارة الخارجية، ولكن الخطير أنه هو يستهدف فئة في المناطق من الغالبية المسلمة. هذه النقطة أن خروج الولايات المتحدة من المنطقة، يعني في ظني حينما انسحبت الولايات المتحدة إلى آسيا ووجدت أنها هي أخطأت، خصوصا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وخصوصا بعدما كانت تعتقد أنها ستحقق يعني الاستقلال الطاقوي سواء في النفط والغاز. استاذ عبد الحفيظ، ارجو المعذره عن المقاطعه بسبب يعني ضيق الوقت، واريد اصابه السؤال بشكل مباشر تكرما. يعني عندما يقال بان امريكا تريد الخروج من الشرق الاوسط، ثم نتابع مثل هذه السياسات وهذه البرامج، هل يمكن وضع هذا البرنامج على ضاله المبلغ المرصود ضمن سلسله او وسيله ضمن وسائل اخرى كمؤشر قوي على ان بالفعل امريكا عازمه على الخروج من الشرق الاوسط وتريد ان تترك وراءها قوة صلبة؟ لا أعتقد، يعني السعودية على غرار الصين دولة قوية، يعني طلبت من تويتر منع نشر يعني أشياء مخالفة للدين الإسلامي، واستجاب تويتر. أيضا العادل الجبير في لقاء قال نحن لا نقبل تطبيق اتفاقية سيداو المناقضة لقيام الإسلام. أنا أعتقد الدولة المملكة العربية السعودية دولة قوية، وموضوع يعني يبدو لي أن الولايات المتحدة بعدما فشلت ثورات الربيع العربي ولم تحقق شيئا، اتجهت الآن في أدوات تود أن تستثمر أدوات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص في فئة محددة من الشباب التي تنظر إلى يعني التشدد الديني، موجود التشدد الديني وتعتبره تابوهات، وكان محرم الحديث على مدار عقود، وإن كانت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 رؤية شاملة، رؤية يعني إصلاحية شاملة ووقف هذا التشدد. لكن رغم ذلك الولايات المتحدة تعول كثيرا على الإلحاد، كما ذكرت أنا قبل قليل، إن هو يعني إرضاء فئة محددة، ويعني ونعرف إن إحنا الولايات المتحدة هي دولة عظمى وكبيرة، وهناك الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين، ويعني يعني هي لا أظن أنها هي تود الآن في هذا الوقت بعدما عادت العلاقات مع المملكة العربية السعودية أنها تود أن تثير المملكة العربية السعودية. ولذلك أعتقد كان رداد فعل المملكة العربية السعودية عنيفة وقوية جدا على تويتر، وعلى وضع شعارها على وزارة الخارجية. طيب، كان ردها شديد جدا على هذا الخطاب. لكن في المقابل، وهنا يعني استأذنك بالعودة إلى الاستوديو أستاذ أحمد، منذ عقدين من الزمن تقريبا كانت مراكز الأبحاث الأمريكية تدعو إلى، وعلى رأسها راند، تدعو إلى دعم التصوف في الإسلامي في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، باعتبار بحسب طبعا رؤية راند أن الصوفيين قوم يعني ملزمون بإطار دائما في دائرة الشعائر، وليسوا حركيين ولا يتبنون يعني خطوات وخطط خارج هذا الإطار. اليوم نتحدث عن موضوع الإلحاد، كيف يمكن فهم السياسة الأمريكية الجديدة في ضوء استراتيجية واشنطن في المنطقة العربية بما فيها شمال إفريقيا؟ الطرح بتاع راند كان في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر وغزو العراق، وكان بيرتبط بوجود إدارة أمريكية هي يمينية التوجه في قضية الأسرة والتدين، دي من القضايا المستخدمة عندها، فهي ليست ضد التدين، إنما تريد تدين يخدم المصالح الأمريكية. بينما النمط الديمقراطي نظرته للدين أبعد كثيرا، وكما تحدثت في المداخلة الأولى هم بيتبنوا أجندة يسارية في هذه المساحة. لذلك حتى من شهر أو شهرين السفارة الأمريكية في الكويت كانت عملت يعني علقت صورة أو أنوار على شكل صورة المثليين، وأدانت
الحكومة الكويتية هذا الأمر وأصدرت فيه بيان. فده توجه لتبني الأجندة اليسارية مرتبط بالنمط الديمقراطي، في حين أن فكرة دعم الصوفية ودعم أشكال دينية مؤسسية في العالم الإسلامي تواجه التيارات الإسلامية متصنف أمريكية أن هي تيارات متطرفة، ظن أن الأمر ده حدث فيه تغيير، وده مرتبط أيضا بإعادة التموضع الأمريكي. أنا لا أرى أن أمريكا تريد الانسحاب من المنطقة، إنما تخفف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي في عهد ترامب نشر مذكراته في مايو الماضي، يعني قرابة شهرين بقرأ فيها حاليا، وكذلك ويليام بيرنز مدير السي آي إي الحالي نشر مذكراته في 2019 لما كان غادر وزارة الخارجية قبل ما يعود في عهد بايدن. الاثنين بيتكلموا أن الانخراط الأمريكي في العراق وأفغانستان استنزف مقومات القوى الأمريكية. إسبر بيتكلم أن الجيش الأمريكي منشغل بالدوريات ومكافحة العبوات الناسفة ومطاردة شبكات. طب ما علاقة هذا التوجه بهذه؟ نعم، فما أنا أقصد في حين أن مواجهة القوى العظمى الصين وروسيا ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة والطيران المتطور وكذا حصل فيها تراجع وتآكل في القوى الأمريكية، فكان بيقولوا يا جماعة لابد أن أمريكا ترشد مواردها وتوجه أولوياتها للتهديد الأساسي اللي هو نمرة واحد الصين، نمرة اتنين روسيا. أما قضايا الشرق الأوسط هذه والنزاعات الموجودة فيه هي لن تنتهي، حتى القضية الفلسطينية رفعوا إيدهم من فكرة عملية السلام، انسحبوا من أفغانستان، قلصوا وجودهم في العراق، قلصوا وجودهم في سوريا. فبالتالي يعني فكرة أن أمريكا دلوقتي هي بتخرج، لا هي مش بتخرج، ولكن بترشد تواجدها وبتضعف يعني بصمتها العسكرية في المنطقة لصالح منطقة بحر الصين الجنوبي وغير ذلك. أما الأجندة الفكرية هي مرتبطة، هذه الأجندة الأخيرة هي ترتبط بالحزب الديمقراطي أكثر من ارتباطها بالحزب الجمهوري أو بأطروحات راند اللي كانت خاصة بوقتها، اللي هي كانت معنية بمواجهة التيارات الإسلامية وكيفية محاصرتها في العالم الإسلامي بتيارات دينية مختلفة. هذه الأجندة وهذه القضايا الإدارة الأمريكية الحالية تخلت عنها، في حين أن تبني أجندة اليسار العالمي وقضايا الإلحاد وكذا هي قضايا يعني هناك جهات كثيرة بتدفع فيها سواء في أمريكا في أوروبا زي ما اتكلمت في بي بي سي ودويتش فيلا وغيرها وغيرها، وكذلك بعض النشطاء المرتبطين بالعالم الغربي في عالم. لكن وهنا أسأل الدكتور عبد الله في ميزوري، يعني هناك 14 عضوا في الكونغرس الأمريكي جلهم من الجمهوريين اعترضوا على هذه الخطوة، رفضوها وسألوا الرئيس الأمريكي وزير خارجيته. أريد أن أسألك عن القيمة السياسية لهذا الرفض الجمهوري في الكونغرس الأمريكي لهذا البرنامج تحديدا. ده بيسوقنا إلى حقيقة أن أمريكا دي متنازع عليها. يعني أنا لا أقبل حكاية التعميم بتاع أن أمريكا كذا أو بتعمل في كذا أو يعني بالصورة الإجمالية دي. أنا بأخذها بالقطاعي، ودي واحدة من مشاكل السياسة العربية والإسلامية، أنك كيف تأخذ أمريكا بالقطاعي. لما ترامب هجم على المسلمين الليبراليين وقفوا معانا، خلاص ده باب للتعاطي معهم. دلوقتي لما اليسارين هجموا علينا بالموضوع موضوع نقاشنا اليوم، تجد المحافظين خرجوا مش يعني لسواد عيوننا، خرجوا لأن دي قضيتهم، قضية أنك أنت يعني لا, 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 لا تنفق المال العام على نشر دين أو لا دين. فده بضعنا أمام السؤال بتاع أنه أمريكا دي هي يعني ليه نحن بنعمم بينما. لكن الجمهوريين دكتور عبد الله، الجمهوريين لم يكتفوا فقط بالاعتراض على قاعدة أن هذه أموال الدافع الضرائب الأمريكية، وإنما قالوا إن التدين صفة هوية أخلاقية ثقافية مرتبطة بكل شعب على حدة. طبعاً دي حجة فكرية، لكن هم لما يتكلموا سياسة بيتكلموا عن موارد، بيتكلموا عن ميزانية الدولة، لكن كعقيدتهم طبعاً بينشروها أن الدين صحيح والناس بتتدين والأسر وكده. لكن لما يتكلموا جد وحقا يعني كسياسيين بيتكلموا عن النقطة الأثرتها، أنه أنت بتنفق المال ده العام ده ليه بتنفقه في غير وجهه. ده اللي بيعمل نقاش. لكن كون أنا فكرة مطلقة، فكرة أنه الدين مهم للبشر، ده طبعا ما بيتناقش في الكونغرس ولا بيتناقش في كده. فده مهم جدا أن احنا نعرف كيف يعني ندخل على السياسة الأمريكية اللي هي بتتحرك من مصالحها. يعني اليسار لما يقف معانا في زمن ترامب
هو كان عنده برضه عنده طريقته للنظر للمسألة. دلوقتي اليمين وقف معانا برضه عنده طريقته. نعم، نعم دكتور عبد الله، يعني صحيح ان السياسة الأمريكية تتحرك بدافع من مصالحها، وهذه الحلقة تدور حول هذا المعنى. نريد ان نعرف يعني ما علاقة هذه الخطوة نشر الإلحاد عالميا بمصالح الأمريكيين. سأعود اليك بعد قليل، لكن بسبب ضيق الوقت انا مضطر ان اذهب الى مكة مرة اخرى. استاذ عبد الحفيظ، يعني هل يمكن تصميم ووضع هذا البرنامج في المنطقة العربية والإسلامية بدون علم أو بدون إرادة دول المنطقة وخصوصا دول القيادة كما أسميتها قبل قليل، المملكة العربية السعودية ومصر؟ والله أنا في ظني أن الخطوة هي مجاملة لتوجه عام دولي في أوروبا ودعم الشواذ. أظن هذه الخطوة. لكن المسلمون، أنا في عام 2015 أطلقت وزارة الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة الأزهر مبادرة لمواجهة التطرف والإلحاد لتسليح الشباب بالحجج العلمية. يعني أنا في ظني أن يعني الإدارة الأمريكية يعني فشلت عندما 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 مثلا تتولى السعودية أستاذ عبد الحفيظ مهمة بعث الروح الدينية غير المتشددة كما وصفتها قبل قليل في العالم العربي والإسلامي وتقود العالم العربي لهذه النتيجة، وعندما تقوم مصر بتسليح الشباب المصري بوعي جديد لمحاربة انتشار الإلحاد، ثم تأتي الخارجية الأمريكية التي هي حليف الدولتين لتنشر الإلحاد في هذه الدول، ماذا يمكن أن نفهم؟ هل ثمة تعارض في الرؤى أم أن هناك نوعا من التبعية كما قال ضيفنا في الاستديو لأمريكا؟ والله أنا كلمة تبعية أتحفظ عليها كثيرا. لو كان هناك تبعية، لا لو كان هناك تبعية لما رفض سمو ولي العهد اتصال من بايدن، لما يعني في هناك لما رفض يعني مستشارين وزير الدفاع الأمريكي رفض زيارة، يعني كلمة تبعية. بما تفسر هذه الخطوة إذن؟ بما تفسر هذه الخطوة يعني بدون علم وبدون إرادة دول المنطقة مثلا أستاذ عبد؟ والله أستاذ جهاد، أنا في ظني أنه فشلت أمريكا في ضرب المنطقة وضرب الإسلامية الداخل. الثورة الخمينية فشلت، يعني المملكة العربية السعودية ضغطت على ترامب وقضى على داعش الذي أنشأته أمريكا وإيران، ولي كتاب كامل عن هذا. الآن في عهد بايدن حينما أتى، الآن سيتم القضاء على ميليشيات إيران في المنطقة، وأنت ترى التسريبات في العراق هذا الآن. ورفضت المملكة العربية السعودية ومصر الانضمام إلى ناتو العربي لمحاربة إيران. يعني كما ذكرت لك أنا، هذا إثبات على أن المملكة العربية السعودية ومصر الآن في تونس يقودون الوضع في تونس، المملكة في السودان، وأمريكا الآن تتحسر على الديمقراطية في تونس. يعني أنا في ظني المملكة العربية السعودية ومصر في بعث عربي قوي جديد لحقيقة، يعني وإن كانت المنطقة مضروبة في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في لبنان، يعني ولكن الآن في هناك توجه الحقيقة جديد بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر، أكبر دولتين في المنطقة، وإرادتهم وخصوصا هناك الصين في روسيا تلعب على التوازنات الدولية. الآن المملكة العربية السعودية عبر اليونان ستصدر، ومصر أيضا مقر للغاز المسال. يعني الآن ستحل المملكة العربية السعودية ومصر كان روسيا في طيب. الاتحاد الأوروبي أصبحت هناك نعم. لديهم قوة ناعمة ضاربة. طيب أستاذ أحمد، هل من الوجاهة الربط بين ظاهرة الإلحاد التي يعني تسري الآن في العالم العربي وبين هذا البرنامج الأمريكي؟ بمعنى هل يعني لا أقول انتشار الإلحاد وإنما وجود ظاهرة الإلحاد الآن في السنوات الأخيرة في المنطقة العربية شجع الأمريكيين على تصميم مثل هذا البرنامج مثلا؟ يعني أولا في قضية ظاهرة الإلحاد وانتشارها، أنا ظني في العالم العربي يعني هي مرتبطة بقضية الاستبداد بالدرجة الأولى. المنظومات الاستبداد الموجودة اللي بتقمع المعارضين وتسجنهم وتقتلهم، ويعني لا تسمح بحرية ممارسة سياسية أو للشباب بالتعبير عن خياراته وأراءه، هي دي اللي بتؤدي إلى ظهور أفكار متطرفة يمينا ويسارا، شرقا وغربا.
دي الأزمة الموجودة، الناس لا توجد أفاق لها أنها تعبر عن أهدافها، أنها تختار حكامها، أنها تحاسبهم، تحاسبهم على الإنفاق، تحاسبهم على ممارساتهم في الحكم. فده بيؤدي إلى هذه الحالة من الخلل اللي ربما بتتدخل فيها أطراف دولية لمحاولة استثمارها. أنا أرى أن ما يقوم بالحزب الديمقراطي في هذه المبادرة اللي بنقول أن هي نصف مليون دولار مبلغ هزيل مقارنة بالدعم اللي بيقدم لمصر، يعني 1.3 مليار دولار سنويا، ده بيعمل منظومة تبعية. أمريكا مش بتدفعها أتوى ولا جزية، هي بتدفعها مقابل مصالح موجودة بتخلي أن مصر في النهاية حريصة على المصالح الأمريكية في المنطقة، بيقصد به مصطلح التبعية. فبالتالي 1.3 مليار دولار لمصر، 3.8 مليار دولار لإسرائيل، و 1.275 مليار دولار للأردن. هذه أرقام ضخمة تصنع بها السياسة الأمريكية في المنطقة سياسيا واقتصاديا. أما في كأجندة اجتماعية وفكرية، دي أجندة عالمية موجودة حاليا بيتم التدفيع بها حتى على مستوى الإعلام، على مستوى نتفليكس، على مستوى الفيديو الأفلام اللي بتتعمل، على مستوى تغطيات الشبكات الإخبارية. نعم، من أجل لبعض التوجهات إن دي لتفكيك بعض المنظومات الفكرية والحضارية والثقافية اللي هي بيرى إن هي مستقبلا ربما تمثل خطر، هي تمثل تحدي على المستوى الفكري الحالي، هي غير قابلة للتذويب في المنظومة الفكرية الغربية. فلذلك هذه الأجندات بيتم دعمها. ولكن لا، ما أقصده بالدعم هنا أن هي ليس شرط أنها مؤامرة، حتى في الداخل الأمريكي هي قضية محل صراع بين الجمهوريين والديمقراطيين. لكن أستاذ أحمد، يعني قبل 20 عاما يعني كان مجرد التفكير بنشر الإلحاد في العالم العربي قضية خيالية حتى لصانع القرار الأمريكي. وهنا أسأل لو أذنت الدكتور عبد الله، لم يكن من المتخيل أن تصمم أي دولة برنامجا لنشر الإلحاد في المنطقة العربية شديدة التدين، وهي قلب العالم الإسلامي وروحه. طيب الآن الحديث عن تهيئة عن نشر الإلحاد في هذه المنطقة، هل ثمة معطيات جديدة لصانع القرار الأمريكي بأن المنطقة باتت مهيئة لتلقف هذه الأفكار دكتور عبد الله، وبناء على ذلك صمم هذا البرنامج، وبالرغم من هذه الميزانية المحدودة مثلا؟ صعب الحكم على هذا. وأنا وددت لو أنه المنظمات الإسلامية هنا استفسرت عن هذه الواقعة استفسارا دقيقا، يعني باستقلال عن استفسار المحافظين والحزب الجمهوري عن ذلك، عشان نعرف يعني عيانا بيانا ايه الحاصل في هذه الحالة اللي نحن كلنا وصفناها بأنها حالة شاذة وحالة ضعيفة. لكن عموما اذا تكلمنا عن الميدان الثقافي اللي الأمريكي الثقافي بشكل عام، في احساس بأن هناك أقلية ملحدة نامية، وتجد بعض العناوين في الصحف مثلا الإلحاد بين المسلمين ينتشر كالنار في العشب، ده عنوان من أجيبه لك. في إحصائيات بتجي مثلا الإلحاد في السعودية في 2012 حسب إحصائياتهم 19% قالوا من السعوديين قالوا أنهم من العينة المختبرة أنهم لا دينيون، و 5% قالوا أنهم ملحدون مؤكدون. من في السودان على وقت حكم عمر البشير الحكومة كانت منزعية جدا من ظاهرة الإلحاد، ورتبت اجتماعات كثيرة جدا وندوات لمحاربة هذه الظاهرة. تلقى في كتاب يصدر اسمه بعنوان Arabs Without God. يعني أنا عاوز أقول كل الحاجات دي عشان أقول أنه في الجبهة الثقافية في المعنى ده في أنه حق في التفات لظاهرة الإلحاد في العالم العربي، وفي تمييزات. ما هو الملحد المسيحي؟ الملحد المسيحي من يطعن في وجود الرب. من هو الملحد المسلم الملحد الذي يأخذ على عقيدته الدينية أنها لا عقلانية؟ يعني في دراسات في هذه الناحية، هل تسربت إلى السياسة وأصبحت تبناها ناس في شكل الحالة التي نعالجها الآن أم لا؟ دي حلها بسيط جدا من ناحية سياسية، دعنا نسألهم مباشرة. لكن مع معرفتنا بأنه في فكر ثقافي هنا بيقول أنه في ظاهرة للإلحاد في بين المسلمين. طيب أستاذ عبد الحفيظ، ألتمس منك الاختصار لأن الوقت أدركنا ويجب أن أختم مع ضيفي في الاستوديو. هل تعتقد بأن يعني حتى الآن منذ أكثر من أسبوعين
كشف عن هذا البرنامج، ومع ذلك لم نرى أي رد فعل للدول العربية حتى الآن. هل يناسب هذا التوجه هوى ما في الإدارة السياسية عند العرب الآن؟ أولا أحيي الدكتور عبد الله على تحليله المنطقي والواقعي، وما ذكر كله صحيح حقيقة. أنا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الجزيرة العربية يعني أجزاء كثير منها ارتدت عن الإسلام. أستاذ عبد الحفيظ، أستاذ عبد الحفيظ، يعني معي فقط دقيقتان، وبعد بعيدا عن التاريخ أريد أن أسأل الآن عن الدول العربية، يعني هل هذا البرنامج يوافق هوى عند الإدارة السياسية في المنطقة العربية، بدليل أنها لم تخرج أي بيان اعتراضي وهو يهدد أمنها الثقافي من المفترض؟ لا، المعالجات في الداخل، ولكن كما ذكر الدكتور عبد الله هناك فئات كما ذكرنا من الاستبداد الديني وليس الاستبداد السياسي. هناك فئات فعلا عربية في المملكة العربية السعودية، ما نستطيع أن ننفي أنه لا توجد، ولذلك هدف الإدارة الأمريكية يعني تعظيم هؤلاء الفئة وهذه الفئة أن تثبت على إلحادها. ولكن أنا دعني يعني الله سبحانه وتعالى رد علينا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الحاد حقيقة موجودة ولا نستطيع أن ننكرها، ولكن هل هي ظاهرة؟ هي ليست ظاهرة، هذا المهم. والدول العربية لديها كما ذكرنا تسليح، ولديها هناك أيضا كما قلنا الاستبداد الديني كان تابوهات أحد يعني ظهور الحق في المجتمعات العربية وبالذات في المملكة العربية، ولكنها ليست ظاهرة. طيب. إنما هي بأعداد بسيطة، وليس كما ذكرها الدكتور عبد الله إن بهذه الإحصائيات، لأنه الإحصائيات الأمريكية تضخم الأعداد. وصلت الفكرة أستاذ عبد الحفيظ. أختم معك أستاذ أحمد، نعود إلى قضية المبلغ الهزيل كما وصفه الدكتور عبد الله في ميزوري المرصود لهذا البرنامج. هل هزال هذا المبلغ أو تدني هذا المبلغ يمكن أن يعكس من جانب آخر هزال المجتمعات العربية التي رصدت من أجلها هذه المبالغ الهزيلة لنشر الإلحاد فيها؟ يعني هل نحن نعيش في المنطقة العربية حالة نفسية وفكرية وسياسية يكفي رصد هذا المبلغ لكي تنشر الإلحاد فيها؟ يعني لا أظن ذلك. إحنا عندنا في قضية كانت عمل في مصر في عام 2011 لعدد من المنظمات الحقوقية المرتبطة بالمعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي، كل معهد من دول تابع لحزب في أمريكا. كمية التمويلات اللي كانت في عام 2011 لهذه المجموعات الحقوقية في مصر فقط كانت قرابة 55 مليون دولار. فده مبلغ ضخم فعلا، قادر على التأثير، قادر على عمل حراك، قادر على اكتساب نشطاء. أما نصف مليون دولار يعني معذرة، ده في بعض البلاد بيشتري شقة، يعني مش مبلغ تصنع بيه. أنا ظني أنه هو برنامج جزئي يعني بسيط، غرض منه يعني تفعيل بعض الأنشطة، اكتشاء يعني إقامة علاقة مع بعض النشطاء. إنما لو هنتكلم عن تغيير حالة ثقافية وفكرية في العالم العربي أو العالم الإسلامي كأسيا الوسطى، لا، نحن نشوف قناة الحرة بتصرف قد إيه، وعدد من الوسائل الإعلامية كمجلات وكأفلام، مبالغ أضخم من كده. فلو هنتكلم عن مشروع تغيير فكري وثقافي عميق بتتبناه الولايات المتحدة، لا، هيضخ فيه مئات المليون، يعني على الأقل عشرات إن لم يكن مئات مليون من الدولارات. أما مثل هذا المبلغ يعني لا أظن ذلك، إنه هو يعني برنامج هامشي بتقوم به وزارة الخارجية الأمريكية، ربما يعني في مساعدة أو نائبة لمساعدة وزيرة خارجية أمريكية قائمة على هذا البرنامج في مكتب يعني حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل، ربما هي تتبنى هذه الأجندة، وكان هذا هو المخصص الذي استطاعت تخصيصه لمثل هذا المشروع. إنما لا أظن أن هذا يمثل مشروعا استراتيجيا أمريكيا، في ظل أصلا أن أمريكا لا تتبنى، أو كالمكونات الأمريكية الموجودة الكبيرة لا تتبنى هذا التوجه بشكل رسمي سواء داخل أمريكا أو خارجها. أشكرك ختاما مشاهدين الكرام، أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية من ولاية ميزوري الأمريكية، عبد الله علي إبراهيم الكاتب والصحفي، ومن مكة المكرمة عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية محافظ الألقاب لضيوفنا الكرام. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في حراسة الله.